السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Good morning everyone. Welcome to my channel World بهيجة. أهلا وسهلا بكم في قناة عالم بهيجة. اليوم مخصص فقط للشباب. أيها الشاب المسلم، أيتها الشابة المسلمة، كلكم فرصتكم الآن، فرصتكم في هذا الشهر المبارك، وخاصة ونحن مقبلين على العشر الأواخر من رمضان، ومقبلين على ليلة القدر المباركة التي هي خير من 1000 شهر، أي خير من 84 سنة. أيها الشباب، فرصتكم الآن، عودوا إلى الله وتوبوا إلى الله على ما أنتم به من ذنوب ومعاصي لا يهمكم، المهم أن تتوبوا إلى الله وأن تعودوا إلى الله وأن تسعوا إلى مساجد الله بكل ذنوبكم ومعاصيكم، لأن أبواب السماء تفتح وأبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، والله سبحانه وتعالى يعطي الهدايا والمنايا والهبات. فهل تريدون أن تحرموا أنفسكم من هذا الخير كله؟ أيها الشاب، يا من ابتليت بما ابتليت به لأنك غرك شباب آخرين، أو لأنك أصبحت مغروراً بشبابك فقلت أريد أن أعيش حياتي، وظننت أن العيش أن تبتعد عن الله وأن تسعى في المحرمات وغير ذلك. أيها الشاب، باب الله مفتوح والتوبة إلى الله مفتوحة، الله لا يردك، الله ينتظرك. لهذا هيأ لك هذا الشهر، شهر مبارك رمضان، لهذا هيأ لك الله هذه الفرص، ليلة القدر المباركة. عد إلى الله وتب إلى الله واسأله في العشر الأواخر في ليلة القدر، أرجو أن لا نحرم منها. أيها الشباب، أيها الشاب، اسأل الله عز وجل أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لك ذنوبك. وإذا كنت مبتلى ببلاوي ليست جيدة، فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذه البلايا وأن يحفظك منها. وقرر من هذه الأيام الأخيرة من رمضان، قرر بفضل الله وبعون الله أن تنقطع عن المحرمات. فإذا كنت تدخن قرر أن تبطل الدخان، وإذا كنت تشرب الخمر قرر أن تمتنع عن هذه المحرمات. أما إذا كنت مع المخدرات فاسأل الله أن يعفو عنك، وقرر بعزيمة قوية أن لا تقرب هذه المحرمات. أحبتي الكرام، أيها الشباب، الفرصة فرصتكم الآن، الفرصة فرصتكم الآن. توضؤوا واذهبوا إلى نور الله وإلى بيوت الله، ستجدون شبابا كثير يسعون لإرضاء الله، يتصارعون على الصفوف الأولى، يحفظون كتاب الله، يتلونه حق تلاوته. ألا تحبون أن تكونوا من بينهم؟ ألا تحبون أن تكونوا من الشباب الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف، من بين السبعة الذي يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله.
وتذكروا أحبتي أيها الشباب أن الله عز وجل يوم القيامة سيسألكم عن شبابكم فيما أفنيتوه، ولا تغتروا بالشباب، فكثير من الشباب قد فارقوا الحياة في سن مبكرة وهم ينعمون بصحة جيدة وبكل شيء، وفجأة يأتي قدر الله وأمر الله ويموت هذا الشاب. أيها الشباب، إن النور نور الله، والطريق الحق طريق الله، والسعادة الدائمة والأبدية مع الله. ففرصتكم أيها الشباب الآن، فرصتكم أن تسألوا الله من فضله ومن خيره في هذه العشر الأواخر من رمضان، وأن تقولوا كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح أهله والمسلمين وكل الصحابة بأن يدعو بهذا الدعاء العظيم الشامل إذا بلغوا ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وتذكروا أنكم تتحدثون مع القوي العزيز، مع العظيم الذي أمره أن يقول للشيء كن فيكون، قادر أن يغفر لكم وأن يتوب عليكم وأن يحولكم ويبدلكم من حال إلى حال. فكثير من الشباب كانوا في الضياع وكانوا تائهين وكانوا في فساد، وبعد ذلك ردهم الله إلى طريق الخير والنجاح والفلاح. أيها الشباب، العبرة بحسن الخاتمة، العبرة بحسن الخاتمة، فارجعوا إلى الله. أتدرون أن الله سبحانه وتعالى يبدل كل سيئاتكم بعد التوبة إلى حسنات، فتصبحون خيرا ممن لم يسيء من قبل ربما. إن الله عظيم، هداياه مننه عظيم، قدرته عظيمة، فهو الذي بيده كل خير وهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، إنه الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فاسألوا صاحب العزة، اسألوا صاحب العزة. وإذا أردت أيها الشاب أي شيء فقل يا رب، قل يا رب، قل يا ربي جئت إليك بكل ذنوبي، اللهم اغفر لي. يا ربي جئت لك بكل معاصي فأعني على تركها. والله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أكيد ومؤكد لن يردك إذا كانت توبتك نصوح. هذا ما أريد أحبتي أن أبلغه إليكم أيها الشباب. فلا تقول قد فات الوقت، لا تقول قد فات الوقت أو فات الأمل، لا والله، الأمل في الله كبير لنا ولكم ولجميع المسلمين. كلنا نسأل الله، نسأل الله من فضله ومن خيره، ولا ندري من سيختم له الله بحسن الخاتمة. كل ما نملك أن نسأل الله بأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعل خير يوم يوم نلقاه، وأن يجعل خير يوم يوم صعود الروح إليه. أخي المسلم أيها الشاب، أختي المسلمة أيتها الشاب، عودي إلى الله كي تصبحي نقية طاهرة، وتعيشي يا أختي وتعيش يا أخي حياة كريمة طيبة جميلة. ما أجمل حياة الإسلام، وما أجمل الحياة مع الله، تكونون مع الله فيكون الله معكم، وإذا حبكم
يكون سمعكم الذي تسمعون به، بصركم الذي تبصرون به، ويدكم التي تبطشون بها، ولئن سألتموه سيعطيكم، ولئن استعذتم به سيعيدكم. سبحان الله. اللهم يا ربي، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال ويا ذا الإكرام، ارزقنا حبك يا الله، وارزق شبابنا حبك يا الله. اللهم يا رب ارزقنا حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إليك وحب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا من كل سوء ومن كل المعاصي ومن كل الشرور. اللهم اجعلهم يا رب ثمرة ظاهرة للمستقبل، ثمرة ظاهرة للمستقبل. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم آمين. اللهم يا رب أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تليق بمقامه الكريم. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدم إليكم هذا الفيديو من طرف عالم بهيجة بأمريكا، دين ودنيا. أتمنى أن يعجبكم، إذا أعجبكم لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. هدفنا النفع، اللهم انفعنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. أيها الشباب، أقول لكم هذا الشعر: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الصبح، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نشجت أكفانه ليلة البدر، وكم من عروس زينت لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة البدر، وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانه، وكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من صحيح مات من غير علة.